اول شيء في المهارات اللي في البطاقه اللي معتمر والمشارب اللي اسمه طوع ارحب بالزوار وفوز مع السنه في الدرايد وان شاء الله بتمنى اللي الله يحبكم واللي الله يحبكم بيطلع معنا. فاللي نحن نسويه نحن نعطيهم الاكتيفيتيز وهم اللي يبدون فيها وكل اللي نسويه نحاول نرشدهم بحيث انهم يتبعون التمارين اللي احنا سويناها اوريدي معاهم. فالحمد لله ان مثل ما سوينا في التمرين ماشيين عليه ولله الحمد.